السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. في حد اتصل يا جماعه بيقول انا شفت تعبان ضخم جدا واقفين على عليه داخل جحر، واقفين قصاد الجحر بيقول لهم ان هو تعبان ضخم جدا. تعالوا يا جماعه مع بعض نشوف التعبان ده. طبعا على وصفهم ان هي كوبرا. تعالوا يا جماعه مع بعض نشوف الكوبرا دي موجوده في المكان ولا مشت. فدعواتكم معانا ان شاء الله. يا جماعه الحمد لله وصلنا المكان. طبعا ما المكان ده اول مره جيه. السلام عليكم. انزل انزل. فظيعه خالص. دخل فوق بالظبط. دخل النوم. الشيء ده. ايوه ده مغرب. بس غريب. بنصور. ده احسن. مش من طب ما الجحر ده موصل كده. انا ما اعرفش. ما اعرفش ايه. لا هو دخل ما خربش. لا ما خربش كده. ده دخل نوم. ماشي. بس هو لو دخل فيه شيء مش هتبقى بس حاله زي التهاب. لا ما بيخش يمص التيران بتاعه. قد ياخدك ايه؟ اه شايف هنا بحاجة؟ المسك اهو امسك اهو. طبعا يا جماعه الحمد لله الكوبري ظهرت. لا خدها صراحه يا محمد. ما فيهاش كده. مش كده. ركز عليها يا مصطفى. اوعى يا حبيبي. حمزه تعالى هنا. تعالوا قدام يا مستر. انت كشف ارجع على كبير قوي. ارجع عشان لو اصعب.
طبعا يا جماعه هربت منا، كانت في مكان صعب جدا. الكوره يا جماعه لونها مميز، تعالى كده عشان تدلعوا خير يا مصطفى. طبعا يا جماعه خدت وقت كتير جدا من بعد صلاه العصر على طول. ثلاث ساعات. طبعا يا جماعه الراجل واقف بيقول حفرنا عليها ثلاث ساعات. بالله عليكم يا جماعه محدش يحاول يعمل الحركات ديت. طبعا يا جماعه بعد ما هربت كل الجماعه اللي واقفين ما كانش حد متخيل ان انا اجيبها، صح يا جماعه؟ نعم. معاناه شاقه. يلا الحمد لله نجت. لا شاء الله. عليه بعد تعال كده عشان الشمس. الشمس مش قوي. العريس مساك مساك. سمع الاكتشاف. ادي يا جماعه الكوبرا. طب يا جماعه دي، طب يا جماعه لونها مميز جدا، بني محروق. واحدة واحدة. صحراء مليانة. هادي يا جماعة طول الكوبري حوالي بالظبط ايه؟ متر واربعين. لا بتاع متر وستين. انا متر 85 سم يا عم. الشمس يا عم الشمس 165. متر وستين 165. طبعا يا جماعه لونها مميز جدا. سبحان الله سبحان الله. ذكر الانتهاء. شنو اللي ذكر الانتهاء؟ ده الانتهاء. الجوارب عشان السم ما يجيش عليك. ده يا جماعه زي ما عودناكم، وش انياب الكبرى. هذه يا جماعه، هذه يا جماعه الجنب الثاني او الناب الثاني. الله يخليك. الحمد لله. مين اللي شايف؟ مين اللي تعال تعال. طبعا يا جماعه الحمد لله ربنا ستر على الحاج اسماعيل، وربنا ستر على الجماعه دول. هم اصحاب الارض بيسقوا طبعا على طول في الارض الزراعيه، وقاعدين موجودين في الارض على طول. الحمد لله ان ربنا ستر عليهم. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هاجر. زي ما قلت لحضراتكم كل يوم جديد.